ثلاث ثنائيات شغلت الجمهور والصحافة في مصر. ثلاث ثنائيات هم حديث الجمهور والصحافة مؤخرا في العالم العربي وتحديدا في مصر. فبالرغم من مرور أسابيع على زفاف نيلي كريم وجوزها هشام عاشور، إلا أن لسه الثنائي ده حديث الناس والسوشيال ميديا. فنيلي اللي منشرتش قبل كده أي صور لفساتين زفافها من جوازاتها اللي فاتت، اتألقت المرة دي بفستانين من تصميم ياسمين يحيى، فبين أن نيلي دي أول مرة تلبس فيها فستان فرح. حاجات كتير لازم تعملها عشان أصلحك وارجع ليك، حاجات كتير ودي أولها. والجمهور كمان لسه بيتكلم وبيتداول صورة نيلي مع والدتها في اليوم ده، والكل اتكلم عن الشبه الكبير بينهم، خصوصا ان والدة نيلي قليل ما بتظهر معاها. والعفوية اللي زينة الفرح ده اتنقلت مع الثنائي ده لنيويورك، وهو المكان اللي اختاروه عشان يقضوا فيه شهر العسل، كونه مكان اقامة جوزها قبل رجوعه لمصر. وفي الوقت اللي نيلي بتعيش فيه أحلى أيام حياتها في نيويورك، ياسمين عبد العزيز بتعيش أصعبها في سويسرا، اللي سافرت لها عشان تكمل علاجها في واحدة من المستشفيات من تداعيات العملية الجراحية اللي أجرتها في يوليو اللي فات. مالك بس فيه؟ وبعد كل الإشاعات والرسائل والحرب اللي أشعلتها علاقة ياسمين بجوزها أحمد العوضي على السوشيال ميديا ساعة إعلان ارتباطهم، كان طبيعي يسأل الجمهور عن سبب عدم مرافقة أحمد لزوجته في رحلتها العلاجية. بلا وحش تكون عشان سكتنا طويلة. لا، سكتك أنت اللي طويلة. ولأن الموضوع ده اتسبب في حالة جدل كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حوالين احتمال انفصال ياسمين عبد العزيز عن جوزها، خرج أحمد أخيرا عن صمته ورد على أحد المعلقين وقال: ياسمين لسه مراتي ومفيش ربع كلمة صح من اللي قلته. قصة حب على الشط الهوى، ما الحكاية تقل أفضل أحنا سوا. والخبر ده مش الوحيد اللي بقى ترند الفترة دي، فالثنائي بسنت شاوي وأحمد فراج لسه دقيت كبر، بس ده خلاهم عرضة للإشاعات والأقاويل واللي كانت آخرها موضوع فرق السن بينهم. ومن خلالنا نفت بسنت إشاعة إنها أكبر من فراج بثلاث سنين لما قالت: النبي يا ابني والله العظيم أنا أصغر منه. بصي الاول، بس اول حاجه، هو لا يعيب اي حاجه خالص ان انا اكون اكبر منه ب 20 سنه، ولو ده حاصل انا هقول وهي هتقول، لان انتوا عارفيننا لا 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 ما كانش بشكل ايجابي خالص، لا لا, 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 لا لا حتى لو بشكل سلبي او ايجابي مش فرق، هي الفكره كلها هي بس هي مش حقيقيه اصلا. وغير الموضوع ده، الثنائي ده يعتبر حديث الكل بعلاقتهم المميزه وبخفه دمهم على السوشيال ميديا من خلال الصور اللي بينشروها، والتعليق بيكون انهم لايقين على بعض قوي.